يلا نشوف الجزء الجديد. عندي بقول في يونت 11 ميديا ناو اند ان ذا باست، ميديا ناو اند ان ذا باست، وسائل الاعلام في الماضي وفي الحاضر. الجزئيه الاولى عندي في جزئيه الكلمات مديني بريس اللي هي الصحافه، ميديا قلنا وسائل الاعلام، نيوز ويب سايتس اللي هي مواقع اخباريه، ويب بيج اللي هي صفحه نت، وورنينج تحذير او انذار، تراست بمعنى يثق او ثقه، مديني كمان ستاك بمعنى عالق كصفه اللي هي من الفعل ستيك، بايب اللي هي ماسوره سوشيال ميديا وسائل التواصل، ويتنس شاهد، مديني تي في نيوز بروجرام برنامج تلفزيوني. بالنسبه للجوبز في المجال ده هوت في مجال الميديا عندي كاميرا اوبريتور، كاميرا اوبريتور اللي هو مشغل الكاميرا او مصور تلفزيوني يعني، جورناليست صحفي، نيوز ريدر اللي هو قارئ او مقدم برنامج اخباري، فوتوغرافر مصور، راديو بريزنتر مقدم برنامج اذاعي في الراديو، ويب ديزاينر مصمم مواقع على النت، اديتور اللي هو المحرر بتاع الجريده. اديني بعد كده تايبز اوف ميديا، انواع وسائل الاعلام، فيه ممكن ماجازين او نيوز بيبر، راديو، انترنت، تلفزيون، دي كلها بنعتبرها من الميديا. بالنسبه للدرس الاول مديني كلمه بيرسون اللي هو شخص، كنترول بمعنى اتحكم فيه، بيج صفحه، كروس ووردز اللي هي كلمات متقاطعه، نيوز ارتكلز مقالات صحفيه، ديسايد يقرر، وهنا بيجي لي بعدها حرف جر تو ثم المصدر. رود، فلاد، انجيرد، بوليس اوفيسر، الون، شوبينج سنتر، سيتي سنتر، اكسيدنت، اكسبيرينس، شو، انفورشنتلي، فيكس، فاير، موتور بايك، ايفنت، ريبليس، ترافيك، روف، سايد. مديني بعد كده مجموعه الافعال، بيرست وممكن اعتبرها اسم برضه، بيرست بيرست بيرست، ستيل ستول ستولن، درايف دروف درايفن، ستيك ستاك، وير وور وورن، هيت نفسها. بالنسبه للديفينيشنز اللي عندي في الدرس الاول مديني تعريف كلمه ميديا، بيقول لي هي عباره عن نيوز بيبرز والماجازينز والراديو والتلفزيون، كل ده بنسميه ميديا. كاميرا اوبريتور قال لي بيرسون هو كنترولز التلفزيون كاميرا، او هو البيرسون هو جوب از تو فيلم سينجز فور تلفزيون او فيلم. جورناليست ا بيرسون هو ريسيرشز اند رايتس نيوز ارتكلز. نيوز ريدر اللي هو القارئ الاخبار، قال لي بيرسون هو جوب از تو ريد ذا نيوز اون تي في، اون تي في اور راديو. فوتوغرافر ا بيرسون هو جوب از تو تيك فوتوز. راديو بريزنتر ا بيرسون هو توكس اون راديو بروجرام اللي بيقدم لنا برنامج اذاعي من خلال الراديو. ويب ديزاينر اللي هو مصمم لمواقع الانترنت ا بيرسون هو ديسايدز هاو ا ويب بيج شود لوك. اديتور اللي هو المحرر ا بيرسون هوز جوب از تو تشوز وات شود بي ان ا نيوز بيبر او ماجازين اند هو تشيكس ذا انفورميشن اند لانجويج. ده الاديتور اللي هو المحرر. ويتنس بمعنى شاهد، a person who has seen an accident اللي بيشوف حادثة أو كرايم أو جريمة قتل مثلا، and he can tell the police about it وبيبلغ عنها أو بيعترف بيها قدام البوليس. warning اللي هو تحذير، something that tells you about something dangerous or bad that might happen. stuck قلنا بمعنى عالق أو متعلق يعني، not able to be moved. بايب a long thin piece of metal or plastic used to carry water or gas often under the ground or through buildings. بالنسبه للتراكيب اللي عندي مديني ديزاين ويب سايت، do a job، take photographs or take photos، get news. بالنسبه للجزئيه الاولى عباره عن محادثه بتكلم عن الوظائف المستقبليه، قول هنا what job do you want to do، what job do you want to do when you are older يا ريم. I've been thinking, I have been thinking about studying media. I love writing and I am interested in the news, so I think a journalist would be a good job for me. تانية بتقول لها you'd be amazing at that. You'd be amazing at that. فاطمة, I think you would be good on the TV as a news reader too. طبعا هنا المفروض لما كنا بنستخدم الصفة good كنت بستخدم good at بمعنى جيد فيه أو شاطر فيه، ولكن هنا good on علشان طبعا التي في، يبقى good on TV، good on TV أو radio. no way مستحيل طبعا، I'd hate to be، I'd hate to be زي ما كنا بنقول I'd like to أو I'd love to، كذلك أقدر أقول I'd hate to be on TV،
اشكالها طبعا ان انا اكون في التلفزيون، I'd be so nervous، هكون متوتره. A radio presenter then، اذا ما انتش عايز تشتغل في التلفزيون يبقى انت عايز تبقي مقدمه برنامج اذاعي. That would be cool، ده ممكن يكون الطف او انسب بالنسبه لك. I'd like to do that. Yes I'd quiet like، وانا quiet هنا اللي بالاي بره اللي هي معناها تماما او الى حد ما. I'd like to have a radio show but I think I'd prefer to work for a newspaper. Work for. Online news is، online news is، طبعا كلمة news قلنا أكثر من مرة بتعامل معاملة المفرد. Online news is the future. I think no one will buy newspapers in a few years. I am going to study to be a web designer. Well, maybe I'll work for online news then. I'll write the stories and you can design the website. Great. And your brother can be the photographer. He likes taking photos. Good idea. بالنسبة لجزئية الريدنج، مديني قطعة تكلم عن flood in city center، فيضان وسط المدينة. Well, yesterday morning part of the city center was underwater. Was underwater، كان متغرق مية أو تحت المياه. For more than 6 hours after a large water pipe burst، بعد انفجار لماسورة مية كبيرة. The road and all the shops in the shopping center were closed. They were closed، كانوا مغلقين all day طول اليوم. A local witness شاهد محلي أو شاهد عين محلي said there was a lot of water in the road. There was a lot of water، قلنا كلمة water كمية عشان كده بستخدم معاها was. There was a lot of water in the road and the shops. Some people were still trying to drive on the road. I saw a man on a new blue motorbike who was stuck، كان عالق يعني عطلان أو واقف. He was really cross، وهنا cross كصفة بمعنى angry أو غضبان. The water has now gone، has gone، and the road is open. وopen هنا هي عكس closed. The road is open، أصبح مفتوح دلوقتي. They will replace the pipe، هيبدلوا أو هيغيروا الماسورة today with a new، قلنا replace with، هيبدلوا الماسورة بماسورة تانية جديدة strong pipe. Some of the shops are still closed، بعض المحلات لازالت مغلقة. While the owners، بينما أصحاب المحلات دول clean their businesses، بينظفوا طبعا الأماكن بتاعتهم أو بتاعة الشغل بتاعهم. The text is from a TV news program. News reader بيقول هنا welcome to the lunchtime news. This is Maryam Elshazli. This morning at around 10 a.m. a water pipe burst outside the Shabana supermarket. The road is closed while workers try to fix the pipe. Some of the local shops are flooded and some cars are stuck in the road. Stuck in the road. Police officer بيقول هنا an old water pipe in the city center has burst. People are working to fix it as quickly as possible and we hope to open the road soon. أروح بعد كده لجزئية النوتس. دين هنا كلمة news قلنا تعامل معاملة المفرد دايما بمعنى خبر أو أخبار. فأقدر أقول the news of today is so good. The news is good. طيب علشان أقول خبر واحد أو خبرين أو ثلاث أخبار قلت بستخدم هنا هو كلمة a piece of. فلو قلت a piece of news is، طب two pieces of news يبقى are. I've got two pieces of good news from Basim. عندي خبرين كويسين، يبقى two pieces of news معناها خبرين. Closed قلنا بمعنى مغلق صفة، عكسها open. فبقول I went to the cinema but it was closed، ولكنها كانت مغلقة. أمال إيه closed ديت؟ closed هنا بمعنى خزانة، دولاب يعني للمطبخ أو للدولاب ملابس الاثنين. My mom keeps onions and garlic in the kitchen closet، بتحتفظ بالبصل والثوم في خزانة للمطبخ. There are a few clothes in Sam's closet، موجود ملابس طبعا في الدولاب الخاص بسامة. أما
استخدام تاني لكلمة كلوزيت بمعنى هنا مرحاض حمام، يعني there are water closet in malls، في حمامات في طبعا المولز، في المول الكبير أو المولز. wet wetness wet بس ده ناون هنا بمعنى الذكاء أو الدهاء، فأقدر أقول فايز has got much wit، he is intelligent، يبقى wit بمعنى ذكاء. أما witness قلنا بمعنى شاهد أو يشهد، شاهد أو يشهد يعني verb وناون في نفس الوقت، فأقدر أقول the police are seeking for a witness، بيدوروا على شاهد to tell what has really happened. have you witnessed the accident، هل أنت شاهدت أو لاحظت الحادثة. كروس كأدجكتيف قلنا بمعنى غضبان اللي هي بتساوي angry، وأيضا بقدر استخدمها كفاعل بمعنى يعبر، فأقدر أقول the old man can't cross the road. كروس كصفة بقول إنها is cross، she has failed لأنها سقطت. كلمة بوليس تعامل دايما معاملة الجمع، the police بمعنى الشرطة، فبيقول لي كلمة بوليس تعامل دايما معاملة الجمع ويأتي قبلها ذا، فأقول the police are stopping people from driving too fast. بالنسبة لي التركيبات اللي عندي وحروف الجر، بقول in the news في الأخبار، get from بيحصل على كذا من كذا، study at university، at university عامة، study media بيدرس الإعلام، on a motorbike راكب دراجة أو على دراجة، all day طوال اليوم، stuck in عالق في، in the city center وسط المدينة، interested in كصفة بمعنى مهتم بي، on a page معناها في صفحة، on the radio أو TV يبقى قبل كلمة radio أو TV أو إنترنت عامة بنستخدم حرف الجر on، in the future في المستقبل، work for newspaper بيعمل لدى جريدة، بيعمل لدى جريدة work for، rather than بدلا من، work in the media بيعمل في مجال الصحافة والإعلام، work in TV أو radio بيعمل في التلفزيون أو الإذاعة، on the road معناها على الطريق، do on the media، do on the media بيعمل في مجال الإعلام، a good job for وظيفة جيدة لي، break down بمعنى يتحطم أو يتعطل، on time في الموعد المناسب أو الموعد المحدد، in the middle في منتصف أو وسط، in the photograph في الصورة، start with بيبدأ بي، look for يبحث عن، as quickly as possible بأسرع ما يمكن، lunch time news أخبار وقت الظهيرة، prefer to يفضل أن، وقلنا بيجي لي بعدها الفعل في المصدر خاصة لو مسبوقة ب أيد، know how to اللي هي know to، know how to اللي هي know to بمعنى يعرف أن، look really good يبدو جيدا، late to work، late to work متأخر عن العمل، give reasons for بمعنى بيعطي مبررات لي أو أسباب لي، take away بمعنى ينقل أو يزيل. الجزئية الأولى عندي ما أقول يا هنا newspapers وتلفزيون وراديو are called، دول كلهم بتسميهم media. Number two يا كرمة، I was very pleased as I had heard the good about my success. News. News. Number three يا محمد، I my parents I know they always do the best for me. Trust. I trust. Trust بأثق فيهم طبعا. Number four يا مريم، she was the only who said the man was innocent، اللي قالت ان الرجل ده كان بريء of the crime من الجريمة. Witness. هي الشهادة الوحيدة. Number five يا نور، فاطمة likes photos. Taking photos. Number six يلا يا ليني، yesterday morning a part of the city center was underwater after a large water pipe. آخر واحدة برست الأخيرة طبعا بعد انفجار الماسورة. مجموعة اللي بعد كده يلا محمود، a car hit a big tree and the driver was injured أصاب. number 8 لينا، فاطمة loves writing and is interested in the news so she would be journalist. She would be a journalist. Number 9 منا موجودة، منا مش موجود. طيب حبيبة، أيوة يا سير. يا حبيبة هتبقى تاني واحدة. He had a terrible car accident. طبعا terrible car accident حادثة. Number 10 يلا يا هنا،
The thief, the golden necklace from the old lady. Stool. Stool. Number 11, karma. The bathroom is full of water. There must be a problem with the pipes. Pipes. مواسير. Number 12, Lena. Sama couldn't give reasons coming late. Four. Reason four. Muhammad, where do you normally your news from? Get your news from. Number 14, Mahmoud. A camera aim in Dolat is a person who controls the television camera. اسمها كاميرا. مريم. تاني واحدة اسمها كاميرا اوبريتور. كاميرا اوبريتور. Number 15. يلا يا هنا. The aim in Dolat is a person who researches and writes news articles. Research. Journalist. Number 16, يا كارما. A person whose job is to take photos. Photographer. Number 17, يا ليني. A news A is a person whose job is to read the news. Reader. News reader. Muhammad. He bought the villa. He is the now. Owner. He is the owner. Number 19, يا حبيبة. His face is red. He must be about what I did. آخر واحدة. Injured إزاي؟ طب شايني. أول واحدة. أقول وش حمر أكيد مبسوط من اللي أنا عملته. معرفش يصير. هنا كروس اللي هي معناها angry. He must be cross. لابد وانه غضبان. كروس. Number 20. He can't go anywhere. يا مريم. He is in his house because of the flood. He is stuck in his house. معلق في بيته. محبوس يعني. بالنسبة لي الجزئيات السينونيم والانتونيم مديني normally اللي هي معناها ordinary وهنا typically أو unusually. Online معناها connected متصل وعكسها offline طبعا غير متصل بالنت. Cross on معناها angry والعكس هنا calm بمعنى هادي. Local بمعنى native أو national أو regional عكسها طبعا international دولي أو عالمي. Everywhere بتعني all around أو all over. هناك نفيها أو عكسها nowhere. Interesting معناها fascinating وعكسها uninteresting أو boring. Still نفيها هنا معناها yet أما النفي no longer. Trust معناها confidence اللي هي ثقة نفسها ثقة والعكس منها distrust أو doubt عدم ثقة شك أو عدم ثقة doubt. بالنسبة لي البريفكس والسفكس بديني طبعا الاي ار في بداية الكلمة قلناها بتساوي again زي rewrite اما في نهاية الفعل عشان اكون منها النون زي designer او presenter او worker او photographer. الاي ان جي عشان اكون الصفة من الفعل او الاسم فبقول هنا interesting مثلا كصفة. ال واي قلنا بنضيفها في نهاية الصفة عشان اكون الظرف عشان اقول زي completely او politely. الكلمة الأولى the word untypically is the antonym of the word untypically is the antonym هي عكس كلمة إيه هي هنا normally اللي هي بشكل طبيعي أو عادي. Number two يا مريم it's good that you keep your parents trust هنا بقول the antonym of the word trust عكس كلمة trust distrust اللي هي distrust. تمام. Number 3 Lena this film is very boring I won't watch it again the antonym of the word boring عكس boring interesting Lenny the synonym of the word ordinarily is normally Number 5
يلا حبيبة. Air fills everywhere around us. The antonym of the word everywhere. عكس كلمة everywhere. ها؟ تالت واحدة اللي هي nowhere. نور. The synonym of the word cross. معنى cross. Angry. Angry. Number seven. محمد. She's still sick. She can't go home. The antonym of the word still. عكس كلمة still. No longer. No longer. Number eight. محمود. We add the suffix. بنضيف اللاحقة أو النهاية to get the noun from the verb design. محمود. ليني. نمبر 8 سيسا. نمبر 8 هتكون ER. ER عشان تبقى ديزاينر. ER عشان تبقى ديزاينر. المجموعة اللي بعد كده بقول هنا to get the adjective يلينا of the verb interest. بنضيف ING عشان تبقى interesting. مريم. synonym of the word interesting is. أول واحد. الأولى fascinating. الأولى. هاجي بعد كده لجزئية الجرامر اللي عندي فيه اليونت ده، مديني طبعا استخدامي لزير واز أو زير وير. زير واز وزير وير اللي هي أصلها في المضارع زير إز وزير آر. كنا بنقول قبل كده زير إز يوجد للمفرد، زير آر يوجد للجمع. طيب الماضي منها قلنا زير واز كان يوجد للمفرد وزير وير كان يوجد للجمع. هستخدم زير واز لو عندي آ أو آن. زير واز آ أو آن. وأيضا زير واز زائد اسم كمية. There was واسم كمية. فأقدر أقول there was a party. There was a party. كان في حفلة yesterday. تمام. طيب إمتى هستخدم there were؟ قلنا في حالة وجود اسم جمع. There were في حالة وجود اسم جمع. فأقدر أقول there were a lot of people in the park last week. بوجه عام بستخدم طبعا was were في حالة وجود كلمة دالة على الماضي. عشان أنفي was aware بننفيها طبعا بوضع كلمة not. فأقدر أقول له there wasn't any. There wasn't any milk in the fridge. أو there weren't any وبعدها اسم جمع. أقدر أسأل ب was there أو were there. was there زائد اسم مفرد أو كمية. were there زائد اسم جمع. فأقدر أقول was there a nice part in our city عشان أجاوب أقول له yes there was أو no there wasn't. Were there any pictures عشان أقول له yes there were أو no there weren't. النقطة الأولى يلا يا نور. There a lot of water in the road. It was. There was طبعا لوجود كلمة water كمية يبقى أقول there was. Number two يلا يا مريم. Were there an accident وفي الإجابة يقول لي yes there was. Was. يبقى was there. Accident مفرد was وعندي في الإجابة was أساسا. Number three ليني. Last week we decided. Where decided? ليه؟ ليه؟ إيه اللي وداك لكده؟ إيه اللي وداك بعيد كده؟ أقول we where؟ إيه اللي وداك الوير أساساً؟ Decided على طول. Decided على طول. Last week we decided to. Last week we decided to. لوجود last week أو yesterday بقول decided. ماضي بسيط عادي خالص. Number four. هنا. We took our friend's car. Unfortunately the car broke down. Number five. يلا يا لينا. Marwa's father a big motorbike last week. Boat. Number six. Karma. We paint our house alone last week. Painted. Hamad. The actor wear expensive sunglasses in yesterday's show. Wore. مريم. There were some milk. Was. There was طبعا ان عندي ملك كمية. نور. Was there many people? Many people? Where? Were there. Number 10. كارما. Were there many children playing in the park? بقول no there. Weren't. هنا. Did you? See. ليني. I feel sick when I ate. I was feeling. ليه برضو؟ ليه برضو؟ ما بيبني يا سير. والمطبخ مستمر ماله بيكي.
I felt sick when I ate. I felt when I ate. My cat on her bed last night. كملي يلا الأخيرة قولي. My cat didn't sleep. بس كده. Didn't sleep. الحمد لله. Didn't sleep. ده بالنسبة لي الجزء الأول. نشوف طبعا الجزئية دي كمان. محمد مديني ميديا. Was stuck وبرست وير. عمر ذكر was in traffic as the road was closed. عندي ان اربطها على طول بالفعل اللي هستخدمه دلوقتي. ها تاني واحدة من على اليمين. برست. ايوه تاني واحدة من على اليمين. ايوه يا محمد. was burst in traffic. was burst. لا مش تانية من على اليمين يا محمد. الثالثة من على اليمين والثالثة من على الشمال. was stuck. was stuck. تمام معلقة. يبقى عمر ذكر was stuck in traffic معلقة في الازدحام المروري يعني as the road was closed. number two كارما we can't play football because the ball has burst. number three يلا يا هنا there a terrible accident. There was. مريم Sarah wanted to study media. الجزئية الأولى عندي من الاكسرسايز معنا في الهومورك. أروح للدرس الثاني. الدرس الثاني مجموعة الكلمات اللي فيه مديني جوفرنر اللي هو المحافظ. تورنامنت شفناها قبل كده في المنهج الثاني اللي هي بمعنى بطولة أو دورة. ووتر بارك ملاهي مائية. توريزم السياحة. مديني بعد كده ريسايكلينج اللي هي اعاده تدوير. ريتاير هنا يتقاعد او يعتزل بالنسبه للعيب. برودكاستر اللي هو اذاعي او مذيع جاي من كلمه برودكاستنج او برودكاست. برودكاستنج اللي هو البث او الاذاعه. فيميل فويس صوت نسائي. جارديان اللي هو الحارس جارد برضو. اوورد هنا جايزه. لينجويست عالم باللغه او لغوي. جراديويت هنا يتخرج. بريزنتر اللي هو مقدم البرنامج. كارير هنا العمل او الحياه المهنيه. بيلدينج كلايمت تشينج بليزد اريا. كونفرزيشن للمحادثه او الحوار. ريسنتلي ساينتست وورم اكسبلين تايرد. بروجرام عرب وورلد نوفل فاكالتي. بريزنت انكارج برودكاست. ليتريتشر ليتريتشر جوين بيوتي. هول اللي هي الكل او الكامل. specialize معناها يتخصص. produce ينتج. language اللغة. head elementary school اللي هي primary school. elementary school اللي هي primary school. housewife اديني بعد كده بيرو بور بورن. bring brought till told say said leave left hurt ثلاثة. hear heard by boat. بالنسبة لي التركيبات اللي عندي مديني have a conversation بمعنى يقوم بحوار. have a job يقوم بوظيفة أو لديه وظيفة. win the match بيفوز بالماتش. do sport بيمارس رياضة أو لعبة. study online بيدرس عن بعد أو متصل بالنت. leave a job بيترك الوظيفة. التعريفات اللي عندي مديني كلمة governor. governor اللي هو المحافظ. the person who rules a city or an area الشخص المسؤول عن حكم مدينة أو منطقة ده بسميه governor. ووتر بارك ان اميوزمنت بارك هي حديقه ملاهي. ذات انكلود ووتر سلايدز زحليه ميه. فاونتنز او نافوره اند سويمنج بولز. ريسايكلينج اللي هي ريوزنج ذا ويست ان ا يوسفول واي اعاده تدوير او اعاده تصنيع. تورنامنت ا سيريز اوف كونتيستس ان سام سبورت اور جيم اللي هي دوريات او بطوله. برودكاست قلنا بمعنى البث الاذاعي. to send a program or some information by radio or TV. linguist قلنا person who specializes in languages اللي هو شخص متخصص في اللغات. voice بمعنى صوت آدمي. sound produced by a person when they speak. retire قلنا يتقاعد أو يعتزل. to leave a job or stop working because of old age خاصة طبعا عندنا at 60 في سن الستين. presenter اللي هو مقدم برنامج. a person who presents a program on the radio or TV.
تعالوا نشوف الجزئية الأولى في listening. بقول news reporter بيتكلم هنا بيقول لي this is the 12 o'clock news, أخبار الثانية عشر. Today a new water park opened in Sharm el Sheikh. The governor اللي هو المحافظ of the town, محافظ المدينة دي, said the park was the biggest in Egypt, كانت أكبر واحدة في مصر, and would be great for tourism in the area. The owner of the new park explained that there would be over 100 new jobs for people at the park. The park has restaurants and the owner is going to build a new hotel next year. The owner also told us that the park had taken over 3 years to build. The first 50 visitors today can go to the water park for free. بالنسبة لي الحوار اللي عندي ما بين هنا الناريتور ماجد بقول what do you think about the new water park, what do you think about it, what do you think of, اللي هي what's your opinion about او of. I think it's great, اعتقد انها كويسة. I've got a new job working in one of the restaurants and I am looking forward to visiting, looking forward to visiting the park with my friends. What do you think about the new water park? Well, I am happy now. They have finished because there has been a lot of building and it has been noisy. What do you think about the new water park? We need more jobs and visitors to the area. I have a shop in the town and so the more tourism, the better it looks cool. The more, the better. ER 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 the more tourism the better it looks cool. What do you think about the new water park? Well, I don't know. I am not sure that we need more water parks. It's getting very busy around this area, but more jobs will be a good thing. More jobs will be a good thing. We need them for the young people here. ده بالنسبة لي سؤال وإجابة على جزئية الووتر بارك. نروح نكمل القطعة اللي عندي. The mother of all broadcasters. Egyptian radio broadcasting started in 34. يبقى إن مع السنين, وطبعا بما إن عندي سنة فاتت يبقى أنا استخدمت الـ ED أو التصريف الثاني للفعل اللي هو الماضي البسيط. It was the first broadcast in Africa, كانت أول إذاعة في إفريقيا. And in the whole Arab world, وأيضا في العالم العربي كله. صفية المهندس was the first female voice. كانت صفية المهندس أول صوت أنثوي أو نسائي on the radio, في الراديو. صفية was born in 1922 in Cairo. Her father was a famous linguist, كان متخصص لغات. He encouraged صفية, شجعها طبعا to. He encouraged to read Arabic books and novels. صفية also studied English literature, درست الأدب الإنجليزي at the university and graduated from the Faculty of Arts, وتخرجت من جامعة أو كلية الأداب in 1945. In 1947 صفية joined the Egyptian radio, انضمت أو التحقت بالإذاعة المصرية, and she was the first female radio presenter. صفية presented programs for women, كانت بتقدم برامج للنساء, and for children, وأيضا للأطفال. Her most famous program, Housewives, ربات البيوت. Presented news, كمان قدمت أخبار. Educational, تعليمية. Advice and drama, advice and drama for the whole Egyptian family. صفية was very kind and helpful to all radio broadcasters. لكل المذيعين بعد كده. She helped everyone and so she was called the mother of all broadcasters, أم الإذاعيين. صفية was head of the radio, يعني أخذت منصب رئيس الإذاعة radio broadcasting from 1975 until she retired, لحد ما تقاعدت أو اعتزلت in 1982. نشوف كمان فاروق شوشة. فاروق شوشة is a well-known, معروف طبعا, radio presenter, مقدم إذاعي معروف ومشهور,
and a famous poet وأيضا شاعر مشهور. Early life حياته الأولى. Shusha was born in Domyatta in 1936. He went to a nearby elementary school. كان بيروح مدرسة ابتدائية بالجوار. He went to the local library at a very early age and was able to read many books in the Arabic language. Later on, بعد كده, Shusha went to Cairo University and graduated from the faculty of Dar al-Ulum in 1956. كارير بتاعه, العمل بتاعه, Shusha worked as a radio presenter, عمل كمقدم إذاعي, in 1958 and later on a TV presenter too. He always liked the poetry, كان بيحب الشعر, and the Arabic literature والأدب العربي. He presented many programs like Our Beautiful Language, كان بيقدم برامج زي Our Beautiful Language, لغتنا الجميلة, on the radio, الراديو, and Cultural Evening, اللي هو مساء الثقافة, ده برنامج في التلفزيون أو الراديو. Awards, الجوائز اللي حصل عليها, in his programs, في البرامج بتاعته, Shusha always talked about the beauty of Arabic language, كان بيتكلم عن جمال اللغة العربية, and its rich literature, والأدب بتاعها الغني. For this reason, لهذا السبب, he was called, سموه, the guardian of the Arabic, الحارس على اللغة العربية. He won the Nile Prize, فاز بجائزة النيل for literature, للأدب, سنة 2016 2016. هنطلع ونرجع تاني.